من تعز ونبض الجمهورية تعز إلى روح الجمهورية مارب، توأمان الجمهورية وتوأمان الانتصار بإذن الله. يدرك الحوثيون ومن لفهم من عصابة إيران أن تعز ومارب هما حجر عثرة أمام مشروعهم الكهنوتي الاستبدادي الميليشياوي. تدرك الميليشيات أننا في تعز، أن مارب تعز إذا قام لا يمكن أن يخمد. اليوم تعز بكل جبهاتها ابتداء من الجبهة الشرقية وانتهاء بجبهة حيفان. هذه الدائرة التي يتشكل منها جبهات تعز اليوم تلتهب نار، اليوم تثور نارا وحمم بركانية من تحت أقدام هؤلاء الغزاة المتمردون الذين لا عهد لهم ولا ذمة. تعز اليوم تقول كلمتها في الغربية، في الريف الغربي، في كثير من الجبهات، في جبهة الكدحة وجبهة الأشروح وجبهة مقبنة، قالت كلمتها خلال 48 ساعة الماضية بتحرر كثير من المواقع الاستراتيجية والمهمة الذي ما زالت الاشتباكات على قدم وساق، وما زال التقدم على قدم وساق في هذه المناطق وصول إلى استكمال الريف الغربي حتى نلتحم الجبهة الغربية في ريف تعز الغربي بجبهة البرح وجبهة الوازعية. يدرك الحوثيون أنه إذا استكملت هذه الجبهة ستكون هناك توجه آخر لاستكمال بقية الجبهات، سواء في الجبهة الغربية الشمالية أو الجبهة الغربية أو الجبهة الشرقية.